هذا البرنامج برعاية تعويم الجنيه المصري. حديث ساعة المفاجأة وليست المفاجأة، هي خطوة متوقعة جدا ولكنها خطوة أحدثت ضجة كبيرة جدا في المجتمع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كل الناس بتتكلم عن تعويم الجنيه وكل الناس بتقول هل سيؤثر تعويم الجنيه المصري على المجالات الاقتصادية المختلفة، خصوصا مع غلاء الأسعار في هذه الأيام بالذات التي يعني تتبعت بعد غلاء البنزين والسولار. أسئلة كتير جدا بتدور حول علاقة تعويم الجنيه والاقتصاد الزراعي. إزاي العلاقة بين تعويم الجنيه والاقتصاد الزراعي ستسير في الأيام القادمة؟ أسئلة كتير جدا هيجاوب عليها ضيفنا العزيز والكريم دكتور عادل الغندور الخبير الزراعي. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. أهلا وسهلا. يعني أهلاً الحديث وسهل طبعا عن الاقتصاد الزراعي في حضرة حضرتك من الحاجات المهمة جدا، حضرتك من الأساتذة الأجلاء في هذا المجال بالذات، وبالتأكيد موضوع تعويم الجنيه من الموضوعات اللي شغلت الساحة المصرية في الفترة الأخيرة، علاقة تعويم الجنيه بالاقتصاد الزراعي في الفترة الحالية كيف سيكون الوضع فيها بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا موضوع تعويم الجنيه اعلن عنه من فتره ان هو هيتعوم، وكان في تردد في القرار، يعني كنا بنسمع ان بعد ساعات هيتنفذ وتاخر، حتى ده عمل الى حد ما بعض بلبله في السوق. بس طبعا كان في فرق كبير جدا بين السعر اللي هو المعلن بتاع البنك اللي هو كان في حدود 8 جنيه والسعر اللي وصل له السوق السوداء اللي هو 17 جنيه. فالتعويم كان هدفه حاجة تانية زي ما حضرتك قلتي، ان يبدأ يربط او يقرب ما بين السوق اللي هو الحر والسوق اللي هو الرسمي، وبياخد نفس اليات ان هو اسعار بتتغير حتى خلال اليوم الواحد في البنوك اكتر من مرة. وطبعا صاحبه رفع قيمة الجنيه السعر الرسمي من 8 الى 14 وبيتغير كل يوم. طبعا حضرتك بتتكلمي على انعكاساته على الزراعه. والله هو طبعا دلوقتي الدولار بالنسبه للجنيه طبعا قيمته ارتفعت، وبقت ارتفعت رسمي ما عادتش، فطبعا ده بتاثر على الصادرات بالنسبه للحاجات اللي بنستوردها. ان احنا مثلا بالذات حاجات مستلزمات الانتاج وخلافه، الضرايب او الجمارك هتحسب على السعر الجديد الرسمي، معنى كده زادت، فده هيبقى فيها ارتفاع تاني بالنسبة للسلع خلاف ارتفاع قيمة الدولار قدام الجنيه المصري. يعني المفروض ان الناس تتوقع الفترة الجاية انه هيبقى فيه ارتفاع تاني في الاسعار. طبعا الهدف من التعويم هو النهاردة ان تبدأي تستقطبي القوة اللي هي الدولارات تدخل البنوك المصرية عشان تساهم في فتح الاعتمادات اللي هي حاليا بتعتمد كان على السوق السوداء، وده احنا منتظرين. هو تم التعويم دلوقتي بقاله كذا يوم، منتظرين طبعا بيان البنك المركزي في ايه الكميات اللي دخلت فعلا في البنوك، الاقبال شكله ايه، وهل فعلا جابت نتيجة، ونتمنى انها تنجح عشان ندخل بعد كده بقى في مرحلة استقرار. انما اكتر حاجه بتهمنا كمصريين هي الصادرات الزراعيه. الصادرات الزراعيه مؤكد النهارده ارتفاع قيمه الدولار قدام الجنيه المصري، ده هيشجع عمليه الاستيراد التصدير، والعائد هيبقى بالنسبه للمنتجين كتير. يمكن احنا شغالين في اكتر من مجال، في مجال فاكهه بنصدر فاكهه وبنصدر نباتات زينه. بعد القرارات دي ما تتخيليش حجم الطلبات اللي بتيجي، لان معظم الناس اللي بيستوردوا بقى العمله بتاعتهم قدام الدولار كبيره، فده هيشجع، وده ان شاء الله هيبقى العائد بالنسبه المردود بالنسبه للانتاج، لان احنا كل املنا في زياده حصتنا في ضوء طبعا ان السياحه
الى الان لسه متاثره. طبعا بنتمنى وبنسمع اخبار كويسه ان في مجهودات جامده بتقوم بيها الشركات السياحه والدوله وبالاجهزه المختلفه في تشجيع السياحه. فانما ما زال احنا دلوقتي الامل بتاعنا هو في زياده حجم الصادرات الزراعيه، واعتقد تعويم الجنيه هيبقى له دور كبير في هذا. بالتاكيد. يعني مواجهه غلاء الاسعار او غلاء السلع في الفتره القادمه، يعني حضرتك ذكرت انه الناس تتوقع انه هيبقى في زياده اخرى في اسعار السلع، ويمكن الامر ده يعني مش بيخوف الناس، ده بيرعبهم في الظروف الحاليه، لكن احنا لازم نقول ان احنا كمان لازم يبقى عندنا خطط في مواجهه هذه يعني الازمات او الظروف اللي بنمر بيها، خصوصا في غلاء الاسعار. احنا محتاجين ايه؟ محتاجين نعمل ايه في الفتره القادمه؟ والله اهم حاجه ان احنا نشتغل ونشتغل ونشتغل عشان ننتج. يعني ما هي ميزه العامل الصيني عن العامل المصري؟ ان العامل المصري العامل الصيني ده بيؤدي شغل 4 أو 5 مرات. احنا كان العامل المصري اللي زمان ده كان عامل هايل جدا، دلوقتي في تراخي في العمل. لابد ان احنا نشتغل لان البلد في خطر فعلا، فلابد ان احنا فعلا كلنا نشتغل ونشتغل بضمير، نبص على مشاكلنا كلها في الانتاج، الجوده بتاعت الانتاج والكواليتي وشغلنا. لابد كل واحد يراعي ضميره لنفسه وللبلد، واهم حاجه هي البلد، ان هي دي اللي باقيه لنا يعني. بالتاكيد. انما يعني حضرتك ارتفاع الاسعار عموما، يعني حتى من غير التعويم الاسعار عموما كانت في الزياده. احنا مشاكلنا في زياده الاسعار، كمان اهم حاجه هي زياده عدد السكان. احنا النهارده لما قامت الثوره 52 كنا 19 مليون، النهارده احنا 92 مليون. فده كله بيستلزم حاجات كتيره. من ضمن المشاكل الثانيه ان احنا الفجوه الغذائيه عندنا، احنا بنستورد 60% من اكلنا. ده بيستلزم عمله حره، لابد ادبرها عن طريق ان انا اصدر حاجات زراعيه، سواء في صوره طازجه او مصنعه او مجمده اللي هي الكلام ده، بحيث ان انا يعني اخلي للسلع المصريه قيمه مضافه عشان نقدر نبقى العيب بتاعها. يعني بمناسبه السلع المصريه، هنرجع مره تانية طبعا نتكلم عن الانتاج والعامل المصري، وازاي نقدر يعني نستعيد هيبتنا في هذه النقطه بالذات. ولكن خلونا نروح لتقرير مع مواطنينا في ظل غلاء الاسعار، نشوف راي الناس في الشارع ايه، ونرجع مره تانية. زيادة الأسعار التقاوي كلها في زيادة مستمرة، من أسعار تقاويات ذرة وقمح وبرسيم، وزيادة أسعار البترول بالنسبة للبنزين والسولر اللي بنستخدمه في الأرض كمكنات ري أو مواتير رش، فطبعا بيبقى زيادة على الفلاح. أجرة الفلاح، أجرة العامل في الفلاحة زادت دلوقتي، الأجرة من 100 ل 125 جنيه ل 150 جنيه، فزياده. فالفلاح صراحه مهموم بمشاكله ومهموم بزياده التقاوي وزياده اسعار. بالنسبه للتقاوي كلها زادت بنسبه 30 ل 40%. اما نيجي نبص على الزياده ديت بتاثر على الفلاح. نيجي نبص لحاجه تانية، لما بيجي بيحصد التقاوي ديت عشان يحصدها محتاج الات زراعيه. الات الزراعيه طبعا عندنا الات كتيره بتشمل الجرار، الالات الدرس، مش عارف ايه، كل ده بيترتب عليه اسعار السولار والحاجات دي، واسعار السولار زادت اليومين دول، هنضطر هنعمل ايه؟ ونيجي نطلب الحاجه نلاقي التاجر بيرفع سعرها، واللي بيجيبها بيرفع سعرها، طب اجيب منين؟ اسعار ارتفعت تقاوي، بحيث ان الدوله عايزه تركيز اكتر على موضوع الانتاج التقاوي، وبالذات يعني وزاره الزراعه والبحث العلمي في زي سخا الاكثار من التقاوي وتحسين واستنباط الاحدث منها، واللي هو اللي بيعمل توسع افقي في زراعه الفدان الواحد، بحيث بيزيد انتاجيته. مثلا كان حاجه بتنتج 2 طن ممكن تنتج 3 ممكن تنتج 4. التقاوي غليت، والجاز غلي، والعماله غليت، وكل حاجه غليت، مش عارفين حتى ناكل ابننا حتى ازاي، كل حاجه ماذا غليت.
لو ما بقى مخزن نخلي ابننا يسرق ولا يعمل حاجه، مش عارفين نعمل مع الناس ازاي. والله كل الارض حتى الايجار غلي والجاز غلي والعماله غليت، يعني كل حاجه علينا بالجنيه. بالنسبه للجاز والبنزين كل حاجه غليت والله، والسماد وكل حاجه غليت. فبالنسبه للسماد الارض غلي اغلى من الاول، فيعني مستني يعني الناس ترخص هذا السعر. ارتفاع الاسعار التداول جميع كافه شيء دلوقتي غليت، حتى ابسط الامور الحاجه بتاعت لمؤاخذة المواشي غليت. كلت البرسيم اللي بقت كانت ب 200 جنيه بقى اصبحت دلوقتي كده ب 300 جنيه، فمش عارفين نعمل ايه. يعني لما الفلاح جندي الأمن الغذائي في مصر يتخوف من توفير التقاوي وتوفير المواد اللي بيستخدمها في الزراعة، اللي هي بالتأكيد بتأثر على كل مواطن مصري في النهاية، دي نقطة لازم نستوقف عندها كتير جدا. ونرجع مرة تانية لدكتور عادل، يعني حضرتك شفت التقرير وشفت الناس يعني قد ايه بتتكلم عن غلاء الأسعار وبتتكلم بهم او بتقول احنا مهمومين، تعليق حضرتك ايه على التقرير اللي شفته بشكل عام؟ هو الكلام منطقي، وكلام كل الكلام هم دلوقتي اللي بيتكلموه على موضوع ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج. يعني هم اشاروا لسعر التقاوي، اشاروا لسعر المحروقات اللي هي السولر والبنزين وخلافه، اتكلموا على ارتفاع سعر العمالة، يعني الحاجات كلها في جزء منها انا بعتقد ايجابي زي ارتفاع اجور العمالة، لانها كل شيء هيمشي مع اليات السوق. يعني العمالة الاخر هي النقطة كلها، احنا نزرع ايه، لابد نغير من النمط المحصولي بحيث ان احنا نشوف على حاجات زي ما في واحد من الاخوة اللي اتقابلوا اتكلم ان احنا نعمل على زيادة الانتاجية بحيث ان احنا نعظم الفايدة من المستلزمات بحيث يبقى نقدر نحقق مكسب. الوقود وارتفاع اسعاره، يعني انا بعتبر احنا بنلجأ الى المستوى العالمي، يعني كل البلاد اللي حوالينا زي الاردن زي قبرص زي ما فيش فيها دعم للمدخلات وبتشتغل والمفروض انها تكسب. احنا طبعا مستغربين هذا الموضوع، انما لابد انه يبقى كل شيء يتحط فيه السعر الاساسي، وانا بعتقد دي خطوه مهمه جدا. برضو هيخلينا نفكر في طرق غير تقليديه النهارده، في الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح ان انا بستخدمها تشغلنا، نبدا في العالم كله حتى في الدول الافريقيه بيشتغل بالات يدويه صغيره، وعندنا احنا في مركز بحوث زراعيه في قسم الميكنه في الات، يعني احنا رخص كان الايد العامله ما كناش بنحاول، انما ان الاوان ان احنا نبدا نطور في ضوء الحاجات اللي هي دي. انما طبعا لهم الحق، بس وهم في جانب اغفلوه الا وهو اتكلموا عن ارتفاع كل حاجه. الفلاح بالذات هو اللي هيستفيد، لان اكتر حاجه بترتفع هي اسعار المحاصيل الحقليه. يمكن القمح والشعير، قصدي القمح والرز وخلافه، محاصيل اللي هي الحقليه الارتفاع فيها مش كبير، انما النهارده بقت المحاصيل كلها الاسعار فيها عاليه جدا، بالذات الخضر والفاكهه وبعض انواع المحاصيل زي الفول البلدي فاعتقد وهو هيبدا يغير من الدوره الزراعيه بتاعته بحيث يزرع محاصيل تحقق له عائد كبير. طبعا بيتكلموا على زياده اسعار العلف، العلف لان معظم للاسف احنا بنستورد حوالي 5 مليون طن ذره بتدخل فيها، طبعا ده متاثرين جدا بسعر الدولار وتعويم الدولار، فسعر محلي ما بنقدرش ان احنا ننتج.
يعني بشكل عام يعني كان هناك عدة من القرارات للحكومة في الأيام الماضية، هناك من يعني من يجد انه كان لابد انه القرارات تتأجل ايام بسيطة بعد حتى يوم 11/11 او يعني الزمن بتاعها او التوقيت بتاعها. الأول حضرتك شايف القرارات كلها وتأثيرها على الاقتصاد بشكل عام زراعي وغير زراعي وتوقيت القرارات في هذه الأيام. حضرتك أصل مواعيد القرارات أنت ربطتيها بحاجة معينة اللي هي 11/11، أنا أعتقد إن دي شيء أصلاً معمول كحرب نفسية على لا يعني أشك إنها حتى وضع المواعيد هتبقى موجودة. يمكن حتى اللي احنا طلع في الإعلان إن يوم 11/11 الرئيس بوتين رئيس الاتحاد السوفيتي هيجي يزور مصر، فدي أصلاً. إنما كان في وقتها القرار يتاخد لأن كان في ارتفاع رهيب في سعر الدولار، بحيث ان هو الدولار اتحول من سلعة بتستورد لان الناس ابتدت تخزنها لارتفاع سعرها. فكان لو ما توقفش هذا الكلام كان هندخل في دوامة، كان لابد من هذا القرار يتخذ في هذا الوقت. يعني هشرح لحضرتك، الدولار قيمته السنة اللي فاتت زي دلوقتي كان حوالي 8 جنيه، اما يطلع ل 18 جنيه يعني 100%. اما تحسبي ده مفهومه ايه؟ مفهومه ان المكسب بيحقق المكسب او الزياده في قيمه الدولار حقق 10% مكسب في الشهر مش في السنه، فده يعني اكتر من تجاره المخدرات. فبالتالي الناس ابتدت تاخد الذهب كسلعه تتخزن. فكان الاجراء اللي اتاخد اولا بان السعر اتعمل، وكان اعتقد برضو كان دي سياسه من البنك المركزي، وبعدين البنك المركزي عدل سعر الدولار ورفعه. فده كله كان على اساس دلوقتي ان الاتجاه بتاع الدولارات تدخل البنوك عشان تساهم في فتح الاعتمادات. واعتقد ان شاء الله البلد هتعدي من هذا المنعطف وربنا يسهل ان الناس ما تعانيش، بس كل اصلاح بيبقى داله له ثمن ولابد ان احنا هنعاني شويه بس ربنا يسهل. ومصر مرت في حاجات كتيره، يعني انا حضرنا حرب 56 و67 و73، مصر كبيره وبتقدر تمتص، ربنا بس يقدرنا. يمكن هو المشكله عدد السكان كبير، المصاريف حضرتك هي انت بتتكلمي على اسعار كل حاجه النهارده غليت، حتى الاكل الخضار العادي الملوخيه، يعني هي مش موضوع دلوقتي، حتى السلع الاساسيه كل حاجه والعمل كمان يا دكتور. يعني خلينا نقول انه للاسف مع ارتفاع يعني عدد السكان الا انه انتاجنا احنا كمواطنين بدا يقل، بدانا ما نشوفش كتير من الشباب يتجه ناحيه فكره العامل اللي كان زمان زي ما حضرتك يعني بدات في اول الحلقه وقلت ان هو كان يعني من الحاجات اللي مصر بتتشهر بيها وبنتفاخر بيها قدام العالم كله، ان احنا عندنا عامل مصري لديه طبعا مواصفات خاصه. في حديث حضرتك ذكرت انه الظروف دي ممكن تخلينا نتجه لحاجات تانية زي الطاقة الشمسية زي بعض الصناعات، ايه الصناعات التانية اللي ممكن تخلينا يعني الظروف في ازمتها تخلينا نتجه ليها او تخلينا نلجأ ليها بشكل بديل او حتى بشكل زي زيادة انتاج واطلاق صناعات اخرى في السوق المصرية؟ حضرتك في حاجات كتيرة جدا وفي اتجاهات كتيرة، يعني في محاصيل النهارده وفي مشروعات كتيرة، أولا لدعم المزارع الصغير وبالذات في الصعيد بزراعة محاصيل مش تقليدية زي نباتات طبية وترية تتجفف وتتصدر، زي أصناف من الخضار زي الفاصوليا وبعض المحاصيل إنها تتصدر. يمكن احنا النهارده في اتجاه كبير جدا بالنسبه للسكان بتوع الواحات اللي البلح ده انتاج رئيسي بالنسبه لهم، في ان احنا نرفع الكواليتي ونزود صادراتهم ونحسن الاسعار اللي ممكن يصدروا بيها، واحنا جادين جدا في هذا الموضوع. انما اللي انا بطمن حضرتك فيها، احنا في الصحراء في النهارده صور جميله جدا، في محطات تعبئه بتشتغل عشان الصادر، اللي بيشتغلوا فيها كلهم مؤهلات عليا من القرى، يعني اتخرجوا وبيجوا وبياخدوا مرتبات احسن من لو اشتغلوا في الحكومه وبيبقوا فخورين وشغالين. يعني احنا
انا عضو في جمعيه هي من المؤسسين وعاملين محطه في الاقصر ورحنا حضرنا الافتتاح. واحده واخده بكالوريوس هندسه واقفه تشتغل وفخوره انها بتعمل حاجه وبتصدر وبتضيف لاقتصاد بلدها شيء كبير. عندنا احنا محطه برضو على طريق مصر اسكندريه الصحراوي برضو اللي بيجوا كلهم مؤهلات عليا بنات وسعد. عندنا بكالوريوسات زراعه ومؤهلات عاليه بيجوا يشتغلوا كعمال وبيحقق. يمكن مشكلتنا في البطاله هي في المؤهلات في الحضر اللي بيتخرج ومش عايز يشتغل حاجه خلاف تخصصه وابوه بيصرف عليه وبيقوم بالواجب عايز يقعد على مكتب لا مش عايز يشتغل في حاجه خلاف الشغل الاساسي بعكس اللي هم في اللي هم من القاعده بيجد ان هو العمال بيشتغل ومش ماجد فيها غطاطه وبياخد فلوس اكتر من لو اي واحد موظف وسعد وحاسين بيعملوا حاجه للبلد. يعني اعاده ضبط الاراضي المعطله لاقامه المشاريع وقرارات اخرى اتخذها المجلس الاعلى للاستثمار برئاسه طبعا السيد الرئيس يعني من القرارات اللي برضو لازم نستوقف عندها ونتكلم عنها باستفاضه. لا هي قرارات هايله جدا يعني لابد النهارده املنا في دفع الاستثمار. وعلى فكره في ناس متشائمه والاستثمار لا مصر الى الان جاذبه للاستثمارات وخصوصا عندنا على فكره في كل الدول العربيه الشقيقه كلهم النهارده بيتجهوا ظروف العالميه اللي هم فيها والمؤامرات اللي عليهم عشان التقسيم والحروب الشرسه كل ده بيحسوا ان امانهم بالنسبه انهم يبقوا موجودين في وسطنا في وسط 92 مليون مصري ده امانهم. فبيجوا هنا استثمارات يعني لو بتلاحظي في استثمارات كتيره في حاجات زي المولات اللي بتتعمل في 6 اكتوبر في اكبر مول في الشرق الاوسط اللي هو مول مصر الجديد ده برضو عربي الموديل العربي مولات كتيره في استثمارات في الزراعه واخدين اراضي كتير وبيشتغلوا. فالموضوع ان احنا النهارده ده امل كبير جدا في الاستثمارات. مش هقول دلوقتي الاستثمارات الاجنبيه كتير انما المهم قوي هي الاستثمارات العربيه في المرحله الجايه. يعني كمان الـ 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 القرارات اللي بتساعد على دفع عجله الانتاج يعني نحن نعلم جيدا ان احنا بنحارب من جهات كتير جدا واكتر حرب بنواجهها في هذه الايام هو زي ما حضرتك ذكرت الحرب النفسيه انه نحسس الناس انه في ازمه كبيره جدا احنا مش هنقدر نواجهها في اسعار يمكن ما نتحملهاش في كذا وكذا وكذا وكذا. سؤالي لحضرتك من وجهه نظر حضرتك في الايام الجايه الشعب المصري كيف سيقابل الظروف اللي بنمر بيها وسيمر بيها طبعا ده توقعا للاقتصاد يعني هاخد إجابة السؤال ده بعد ما ناخد اتصال تليفوني من دكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات البستانية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك بحضرتك. أهلا بحضرتك منورنا يا فندم. ربنا بنورك يا فندم. اتفضل. لا ما سمعتش الحقيقة السؤال. طيب يعني احنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا هو يعني هو الواخد المركز الاول على الساحة المصرية في هذه الايام الا وهو تعويم الجنيه المصري وعلاقته بالاقتصاد الزراعي. طبعا منورنا دكتور عادل الغندور الخبير الزراعي المعروف يعني رأي حضرتك في هذا الموضوع ودكتور عادل مع حضرتك. اهلا بي اهلا عادل حضرتك. اهلا ابو حميد باشا ازي حضرتك والمشاهدين كلهم بخير. لا طبعا جريء وشجاع وكنا منتظرينه الحقيقه من فتره طويله جدا لان لا يمكن لاي اقتصاد سواء زراعي او غير زراعي ان هو يستمر بوجود سعرين وفرق بينهم كبير جدا في الاسواق. فانا شايف الحقيقه ان ده هيحسن الاداء طبعا جدا في الاستثمارات الزراعيه الجديده ان شاء الله في المليون ونص فدان وشايف ان ده برضو جيد جدا للناس اللي بتتصدر لان بيرجع لها دلوقتي مبالغ اكتر وشايف ان هو قوه يعني قرار يعني مشجع للاستثمار بصفه عامه يعني مش بس الاستثمار الزراعي يعني.
بالتأكيد يعني يا دكتور. يعني على فكرة مش دكتور يا فندم والله، ده الدكتور هو العظيم اللي قاعد مع حضرتك. لا الله يخليك يا حميد. يعني فكرة تخويف الناس من وجهة نظر حضرتك في الأيام الجاية نواجهها ازاي ونعمل ايه في الفترة القادمة ان شاء الله؟ لا يا فندم، هو لازم هيحصل حالة من لحد ما الناس تتعود على النظام الجديد، هيحصل فيه ارتباك وممكن يوصل لل 19 ممكن يوصل لل 20، وده زي ما اتقال قبل كده ان هو حصل قبل كده في السنوات السابقه من سنين، في الثمانينات والتسعينات، ولكن الامور كانت بتستقر بعد كده. يعني طبعا حاجه جديده اول مره تحصل يعني، فلابد ان هو هيحصل حل من مش الارتباك ولكن لحد ما الناس تتعود على النظام الجديد. يعني انا شايف، انا متفائل الحقيقه بهذا الموضوع، بس احنا يعني اهم حاجه الراجل البسيط ان احنا نقدر نوفر له السلع الاساسيه بتاعته بالسعر المناسب عشان ما يبقاش يطلع يعني هو دول الناس اللي يمكن تتاثر تاثر قد يكون ملحوظ يعني. ان شاء الله. يعني بشكرك جدا طبعا باشمهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات البستانيه، شكرا جزيلا يا فندم. يعني نعود مرة تانية لموضوعنا، وكنا بنتكلم طبعا عن موضوع مهم جدا وهو فكرة الحرب النفسية، والناس هتواجه زيادة الأسعار، هتواجه الظروف الاقتصادية اللي بنمر بيها، ازاي نقدر نشتغل على وعي الناس. ووعي الناس مهم جدا في الفترة القادمة، يعني يمكن هياخد عناء أكتر من أي قرارات ومن أي إجراءات ستأخذ في الأيام القادمة إن شاء الله. يعني هو لابد أن يبقى فيه توعية، وطبعا الإعلام له دور، بأن دي زي ما عبد الحميد بيذكر أنها دي مرحلة مؤقتة ولابد أن احنا نعبرها، ده لازم هندفع هذا الثمن. إنما مرينا قبل كده بحاجات ويمكن أنا ذكرت، ف لابد ان احنا نتحمل وان احنا نعدي. ما تنسيش حاليا الهجوم علينا شرس، بحيث احنا حتى بالنسبه للنظام الموجود احنا بنتغاضى عن السلبيات. لو نفتكر المراحل اللي قبل كده حتى من ايام الرئيس مبارك، كان عندنا ازمات في الكهرباء بتتقطع والميه والنور، يعني كان حاجات كتيره جدا، وبرده المراحل في كذا مرحله. يعني يمكن الفتره اللي فيها جه الرئيس السيسي، وده راجل لا جدال فيه عن وطنيته وحاجة، والقرارات اللي بياخدها على فكرة قرارات تضر بشعبيته، إنما واخدها لمصلحة البلد، لأنها هي زي بالظبط. أنا دايما بشبهها، لو أنت بتروحي للدكتور ويكتب لك دواء وتقولي الدواء مر ماخدوش وخلاص وممكن أموت، لا. الفكرة كلها النهاردة كل علاج بيبقى له فيه تمام بيدفع ولازم فيها تعب، لابد ان احنا يمر بيها. انما خوفنا يعني، انما خوفنا يعني احنا كل الانظمه موضوع خايفين من انهم ياخدوا قرارات تضر تزعل المواطن. لا، احيانا يعني انا مصلحته، وبعدين الحكومه لازم توضح ان من هذه الاجراءات الاقتصاديه هدفها مستقبل المواطن، ما هيش بتعملها تجدير للمواطن او ضرر به، لان ما في حد يكره او يحس ان في حد بيعاني. وبعدين المجتمع حاليا له دور، في ناس فعلا محتاجه وبتعاني. هنا بقى دور الناس اللي ربنا اعطاها وقدر انها تخرج الزكاه، تساعد الناس، تعمل استثمارات في مشروعات بتخلق فرص عماله، نشجع الاستثمار الخارجي، نحاول نصلح التصدير. انما احنا بنتحارب من كذا جهه. يعني حضرتك من ضمن الحاجات مصر فيها مقاومات سياحة جامدة جدا، إنما بنتحرك بحاجات يعني فعلا غبية. موضوع الطيارة بتاعت روسيا ولا فرنسا، ونتحرم من دخل كبير. مصر فيها يعني نقدر نقول ثلاث أرباع الآثار بتاعت العالم موجودة في مصر. يعني فيها كل مقاومات السياحة، سواء سياحة بيئية سواء سياحة بحرية آثار كل حاجة. فإزاي إن احنا كده بنتحارب اقتصاديا حتى في التصدير. يعني احنا عانينا من مشاكل مع روسيا بالنسبة للموالح والبطاطس، أمريكا للفراولة، فبنتحارب على جميع الحاجات، لأن احنا في مخطط لمصر التقسيم زي ما عاملين حوالين على الدول اللي هي مجاورة لنا. يعني اللي بنشوف حاليا ليبيا وسوريا يعني حالة، واليمن كلها حالات، والنهاردة النظرة بالنسبة للسعودية.
فربنا يستر علينا ان احنا ما زلنا صامدين وطبعا ان الشعب يقف وراء القياده بتاعته باقتناع وبدراسه يفهم ان هذا ده موضوع لمصلحته ولازم نستحمل شويه ان شاء الله. ويعني بالتاكيد احنا بنتمنى انه الايام القادمه باذن الله تكون ايام خير وبركه على المواطن المصري. كنا نتمنى لو انه الحوار يطول اكثر من ذلك. انا بشكرك جدا دكتور عادل الغدور الخبير الزراعي. شكرا جزيلا يا فندم نورتنا. وعايزه اقول في نهايه هذه الفقره الخاصه بالاقتصاد الزراعي على وجه الخصوص انه هذه الايام ايام انتاج. هذه الأيام ليست أيام وقفات احتجاجية وليست أيام معارضة. يمكن دايما بيقولوا كده أنه كلمة شهيرة جدا بيقولوا أن المعارضة في الحرب تعتبر خيانة. الأيام اللي احنا فيها هي أيام حرب فعلية. احنا بنواجه كتير جدا من الضغوطات علينا من الجهات الخارجية وبعض الأعداء التي لا يعني نعلم من أين يأتوا إلينا. لازم نواجه هذه الظروف. احنا المصريين زي ما ذكر دكتور عادل الغندور احنا واجهنا كتير جدا من الظروف. ولا غلاء الاسعار هيقدر علينا ولا اي حاجه ممكن تهزنا. احنا اللي ممكن نهز كل الظروف واحنا اللي ممكن نتحدى كل الظروف. بعد الفاصل ان شاء الله نلتقي وفقرتنا الحواريه الثانيه النهارده اللي هنتكلم فيها عن استيراد اللحوم وعلاقتها بتعويم الجنيه المصري. فانتظرونا. هذا البرنامج برعايه